حملة مكافحة المخدرات امسك الحدود. احنا ما عدنا انتاج. سعر الدولار جايك والله حديث طويل جايك. لا 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 راح اجيك بشغله هاي هاي بها داخل اطار سعر الدولار اليوم ما موجود. هاي عوفه هو نفس الرجل كان يتحدث هاي عوفه بس لا اخاف انساها. خلنا اقول لك مش مهمه الحكومه هسه باكر من تنعقد تستلم الموازنه راح نشوف الموازنه هل فعل هنا يكرم المرء او يهان. هل فعلا هذه الحكومه حكومه خدميه التزمت بإيفائها بالدولة العراقية إعادة صرف الدولار مرة أخرى؟ هاي تبين بالموازنة. أنا ما أريدها بالشعارات أريدها بالتنفيذ. القضية الأخرى تقديم ورقة إصلاحية نفسها، دعم الالتزام بالقطاع الخاص نفس تقديم الورقة الإصلاحية نفس دعم الاستثمار المحلي. يعني أكو فقرات مباعدين متداخلة لا 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 مباعدين حتى تصير فقرات أخرى. قضية حملة تقييم عمل محافظين ما عدا اثنين محافظين هسه أنا أقول كربلاء والبصرة وعندنا شوية شغل بالكوت على الرغم من بعض المؤاخذات اللي عندي على العمل الفني الموجود هناك. أنا ما أدري يا محافظ قدم خدمة المحافظة شو تقيم من عنده؟ انت صار لك ايش قد عضو مجلس نواب وعندك تقييم وعندك كذا وكذا. خلاص اليوم هو رئيس وزراء يريد يقيم يا استاذ كاظم، شنو المشكله؟ ما يخالف هسه انا هاي ما يخالف بس هسه نشوف التقييم بعدين ونشوف. نجي لمن؟ المحور التشريعي اللي هو أسوأ. اول ما بدا بيه بقضيه مرفوضه شعبيا وهدر المال العام. انا مجلس النواب اريد اقلص اعداده، تروح تجيب لي مجلس اتحاد ويتناقض قراراته في مجلس اتحاد.